يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعنا عن بعض الدعاة في بعض بلاد المسلمين أنه يحاول الصلح بين المسلمين والنصارى في بلده، وسيقوم ببناء الكنيسة التي قد تهدمت، فما هو الحكم الشرعي في بناء الكنائس المتهدمة؟ يبنونها هم، خليهم هم يبنونها، ما هو اللي يبنيها، خليهم يبنونها هم. مع أن الأحكام الشرعية أنهم ما يمكنون بإحداث كنائس في بلاد المسلمين، ولا يبنونها إذا تهدمت، وإنما يقرون عليها ما دامت باقية، أما إذا انهدمت فلا يعيدونها ولا يحدثون كنائس في بلاد المسلمين وتحت ولاية المسلمين. نعم.